مرحبا، شلونكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير يا رب. اليوم راح يكون موضوعنا بنت القنصل، طريقة إكثارها، شلون نقدر نحافظ عليها بالطقس البارد، وراح نحكي كل شيء يخصها. خليكم وياي. البعض يسميها زهرة الكريسماس لأن وقت إزهارها يصادف رأس السنة الميلادية، تعتبر أحد رموز أعياد الميلاد، بس الاسم المعروف أكثر بنت القنصل. مثل ما تشوفون أوراقها لون أخضر، تتحول تدريجيا للون الأحمر. مثل ما تشوفون نجيبها حمار، حاليا صارت كلها حمر. وسر جمالها من تتحول الورقة الخضراء للون الأحمر. أوراقها الحمر تحتاج 14 ساعة من الظلام حتى تزهر، يعني من يكون الليل طويل تحتاج دفء. نحاول نخليها مكان دافي، وأفضل درجة حرارة تتراوح من 16 لواحد 21 مئوية. نبتة سهلة ما تحتاج كثرة مي. الري بعد جفاف التربة، عند التزهير نقلل الري. تعتبر نبتة ظل في الدول الحارة ونصف ظل في الدول المعتدلة، يعني حسب الدولة اللي انتم فيها. وأيضا نجحت زراعتها بالدول الحارة، تتحمل درجات الحرارة العالية. مع ذلك الأفضل نعرضها للشمس الخفيفة. كل سنتين ننقل السندانة أكبر بداية الصيف، ننقلها بحذر لأن أغصانها تتكسر بسهولة. ومن راح تتكسر أغصانها راح تفرز مادة بيضاء سامة تسبب تهيج الجلد عند لمسها، وتسبب تسمم خطير جدا عند بلعها. بالنسبة لإكثارها كلش سهلة، هسه حوريكم الطريقة. الوقت المناسب للإكثار شهر مارس، هسه حوريكم شلون نكاثرها. ونزرعها بتربة مباشرة، هاي المادة اللي أقولكم عليها. ونسقيها باعتدال، وأهم شي تكون التربة جيدة جيدة التصريف. بالمناسبة هو نبات دائم يزهر في الشتاء في الشهر 12 بكثافة، وباقي السنة تبقى أوراقه خضراء جميل. يلي اشتراها جديد وحس انه بدأت تذبل، طبيعي كلش تغيير الجو والمكان، تاخذ كم يوم حتى تتأقلم ويا المكان الجديد. فضل وضعها بالقرب من النافذة يكون نمو أفضل. واللي عنده سؤال بخصوص نبتة القنصل يكتب لي جو أو أي نبتة، إن شاء الله جوابكم كلكم. ولا تنسون باللايك والاشتراك لأن بدعمكم أكبر أكثر وأكثر. يا رب أكون ما طولت عليكم. مع السلامة.